ما زلنا معكم في هذه التغطية الحية على شاشة تلفزيون المصري لفعاليات منتدى شباب العالم في نسخته الرابعة من مدينة شرم الشيخ. دكتور عمرو صالح، أستاذ الاقتصاد السياسي ومستشار البنك الدولي السابق، ينضم إلي عبر الهاتف. برحب بحضرتك يا دكتور. اهلا بك، مساء الخير عليك وعلى كل مشاهدي القناه المصريه. اهلا بك. اهلا بحضرتك دكتور عمرو. يعني هذه الجلسه التي تحدثت عن جائحه كورونا وكيف تكون انذار للانسانيه، يعني فيها التجربه المصريه الفاعله فيما خرجت به مصر من اجراءات تستطيع من خلالها الحد من الاثار السلبيه لهذه الجائحه. بالطبع كانت اجراءات اقتصاديه واضحه، سواء بداتها بحركات اصلاح اقتصادي او امتدت لاجراءات وفق ما فرض علينا من تحدي. كيف تقيم هذه التجربه المصريه إذن حتى اللحظه؟ شوف، هي مش بس الجلسه المهمه، لكن البدايه تبدا من اسم او اللوجو او السلوجن للمؤتمر السنه دي اللي هي العوده معا. حوالي 200 دوله مشاركه بالشباب، وانا بقول السلوجن او الشعار مهم جدا في هذا التوقيت ومهم جدا في مصر. ليه؟ لانه بعد 3 دورات يمكن توقف الدوره اللي فاتت بسبب ازمه كورونا، النهارده بترجع. والشعار مهم بقول لان في نوع من الإشادة والإشارة وتركيب الواقع المصري على المؤتمر، باعتبار ان احنا كنا من زي ما انت عارفة الدولة 18 او من 18 دولة على مستوى العالم اللي حققنا نسبة نمو إيجابي في الوقت. نعم. اللي كان كل دول العالم فيه بتحقق نسبة نمو سالب، واستطعنا من خلال الإصلاح الاقتصادي زي ما انت قلتي وربط الإصلاح الاقتصادي بالتجربة المصرية ان احنا نبقى في بر الأمان رغم التحديات الاقتصادية، ورغم ان احنا عندنا حاجة لسد العجز في الموازنة ومشروعات قومية بنجريها، وبالتالي ده بيستنزف الجزء كبير من الموازنة العامة. لكن في الوقت اللي احنا فيه بنشهد او بيشهد العالم فيه أزمة اقتصادية، قدرنا ان احنا نقف على رجلينا ونكمل مشوار ونعلي نسب النمو في وقت كتير من الدول كانت بتحقق نسبة نمو ماينس. فأعود تاني للنقطة الذكية والمهمة للاسم المؤتمر او عنوان المؤتمر، العودة معا. وزي ما بقول ده بيعطي انطباع ان مصر مش بس هي اللي راجعه، لا، مصر بترجع بشباب العالم، ورساله من الامل موجود في مصر، وان التخطيط موجود في مصر، وان الرؤيه موجوده في مصر، وان مصر استطاعت بعد فتره صعوبات اقتصاديه انها تنهض من اول وجديد. انا مش عايز اعيد تاني كلام كريستين لاجارد مدير الصندوق النقدي الدولي في 2012 و13 لما قالت ان مصر لن تكون لها قائمه، وفي نفس السيده قبل ان تترك منصبها في 2018 او 19 قالت ان عايزين نيجي نعمل ميشن ريفيو ونشوف مصر ازاي استطاعت ان تعبر هذه الازمه اللي ما كانش حد متوقع ان ممكن تقوم لها قائمه مش تحقق 6 و6.5%. نعم. فالنهارده دي رساله ان الدوله المصريه او ان مصر بشعبها بقيادتها بشبابها بوطنها بتاريخها بطوائفها مستعده انها تبذل كل ما يمكن تبذله عشان تقدم للعالم تاني رسالة سلام. احنا دولة سلام ودولة تنمية ودولة محبة ودولة وئام، ودي بشهادة الحاضرين. يعني لو نشوف كلام الإخوة السوريين والمشاركين في المؤتمر من دول كتير، لما نشوف الأمم المتحدة على تويتر النهاردة وهو بيتكلم وبيقول ان احنا متحمسين، برنامج الأمم المتحدة المائي وبيشيد بحماس البرنامج في انه يشارك في المؤتمر، سيدات سينا اللي موجودين، السفير البريطاني في القاهره اللي حضر المنتدى وقال انها فرصه ذهبيه لبناء جسر او جسور مع الشباب، ممثل الرئيس الصيني، الوزيره الاماراتيه الحقيقه اللي بتربطنا علاقات يعني متميزه وقويه وصادقه وحبيبه مع دوله الامارات، الوزيره الاماراتيه وزيره الشباب اللي كانت سعيده جدا بالمشاركه، الممثل الشباب المجري، كتير جدا من رئيس وزراء تنزانيا، يعني شخصيات الحقيقه. ماذا يعكس اذا هذا الحرص على التشارك والتواجد على الاراضي المصريه للخروج بالافكار الجديده ووضع الحلول للكثير يعني من التحديات التي تواجه العالم ودول العالم؟ يعني لسه بقول لك مش بس شخصيات او مؤتمر شبابي، لا، المؤتمر كمان في مظله، وده المهم جدا، في مظله سياسية من الوزراء والمسؤولين الدوليين اللي موجودين اللي بيشاركوا الشباب أحلامهم. يعني خليني أقول لك نقطة مهمة، يمكن إحنا بنتابع وحضرنا عدد من دورات منتدى دافوس على سبيل المثال. هو معروف منتدى دافوس بقوته الاقتصادية وتخصصه الاقتصادي، لكن في السنوات الأخيرة ما أعطى لدافوس قوة كبيرة هو توسعه في النواحي الاجتماعية والنواحي التاريخية والنواحي الثقافية والنواحي السياسية. نعم. وإذا النهاردة
اللي بيعمله منتدى الشباب عشان يبرهن ان مدينه شرم الشيخ وان مصر مش فقط مدينه مؤتمرات سياسيه او مؤتمرات سلام او مؤتمرات اقتصاديه، لكن ايضا مؤتمرات اجتماعيه ومؤتمرات للمستقبل. ودي الرساله اللي مصر تاني استطاعت انها تقنع العالم، مش بس تقنع العالم، انها تجمع العالم وكثير من الشخصيات الدوليه يشاركوا في هذا المؤتمر. انت عارفه بتقيسي انت قوه المؤتمر او قوه الفعاليه بحجم الشخصيات الدوليه اللي موجوده في هذا التجمع. فشوفي قد ايه عدد الشخصيات الدوليه وتنوع المسؤولين الموجودين، ليس فقط على مستوى الشباب لكن على مستوى السياسي ايضا والاقتصادي. نعم، لكن النظام الاقتصادي المصري وضع تحت اختبار صعب في اكثر من توقيت الحقيقه، سواء فيما مرت به مصر من أحداث سياسية على مدار 7 أو 8 سنوات سبقت، أو حتى فيما يخص الجائحة التي فرضت على العالم. كيف استطاعت مصر الخروج من عنق الزجاجة إذن، حتى لو بنسب مرتفعة محدودة، لكنها لم تقف عند نقطة واحدة أو حتى لم تتراجع ويحسب على الاقتصاد بأنه تراجع سلبا؟ لا، شوفي، هو انا هاخد سؤالك واعيده بطريقه اخرى. هي مصر منذ 2012 لم تشهد لحظه سكون ولم تشهد لحظه يعني ارتكان او ارتكاز على ما يمكن ان نحققه او ما حققناه. بالعكس، احنا من 2012 وراجع معايا التحديات، عندك تحديات امنيه في سيناء، عندك تحديات الميه مع 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 اثيوبيا، عندك تحديات الحدود مع ليبيا، عندك تحديات في الشمال، يعني الشمال الغرب الجنوب، في الشمال في موضوع الغاز مع تركيا وتقسيم الغاز، والسيد الرئيس بفكر في كثير من الذكاء والحكمه والرؤيه والاستراتيجيه نقيم منتدى البحر المتوسط للتعاون في الطاقه. يبقى تحديات عندنا، تحديات مش بس تحديات امنيه، وخدي عندك بقى التحديات الاقتصاديه اللي موجوده في الداخل والتحديات الاجتماعيه لشعب بينمو بمعدل مليون 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 فتى وفتاة وشخص في العام. انت محتاجه عشان ترعى او يكون عندك رعايه او تنميه لهذا الكم من الشباب ان يكون عندك مؤسسات وتبني بنيه، والبنيه دي ما تكونش لسنه ولا سنتين، لا تكون لسنوات، لان لو بنيتي النهارده وقفتي، ما انت عندك مليون جاي بعد سنه و2 مليون بعد سنتين و3 مليون بعد 3 سنوات، اذا نحن في السباق. خلينا نقول بنيه مستدامه. نعم بالظبط، وعشان كده البنيه التحتيه اللي احنا بنعملها النهارده اللي البعض بيتساءل عنها يمكن يعني بعدم معرفه او عدم ايمان كامل، لان هذه البنيه ليست للاجيال الحاليه، لا ده لل 10 سنين او ال 15 سنه اللي جايه، لان احنا ما بنزيدش 100,000 ولا 200,000، احنا بنزيد مليون بالمليون. والتحديات اللي موجوده عندنا كبيره. يعني ايه التحديات اللي عندنا كبيره؟ يعني لا قدر الله اذا قامت حرب او حدثت مشاكل داخليه هنرجع لورا بالعشر سنين وبال 15 سنه، وده التحدي الاكبر، انك تفضلي محافظه على نفسك، مش بس انك انت تنمو او تحققي تنميه، لكن يبقى عينيكي في كل الاتجاهات عشان تحافظي على المكتسبات اللي احنا حققناها. احنا لينا تجربه، لينا تجربه في 2011 لما سقطنا في النمو الاقتصادي ل 1.8%. 1.8% يعملوا لك ايه؟ 1.8% يعملوا ايه في دوله فيها 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 نسبه بطاله 14 و15%، ومع ذلك استطعتي انك تخفضي البطاله 7%، استطعتي ان انت تخفضي العجز في الموازنه، استطعتي ان انت تخفضي حجم التضخم اللي كان وصل ل 30 و40%، انك تخفضيه ل 7 و6%، استطعتي انك انت تخلقي 5.5 مليون فرصه عمل، 5.5 مليون فرصه عمل سنويا. قولي لي اي دوله في العالم تقدر تعمل الكلام ده في 5 سنوات فقط، الا اذا كان دوله بتحارب. وعشان كده احنا قلنا هذا الكلام من قبل، وانا قلت هذا الكلام على قناتكم، ان احنا في حرب، ليست في حرب فقط على الارهاب، لكن في حرب اقتصاديه، وفصيل سنظل في حرب الى يوم الدين، وعلي ان نكون مربين او حتى على المستوى الداخلي في حرب ومعركه للوعي وتنميه هذا الوعي. ربما يعني ما ذكرته من النمو السكاني هذا التحدي الاكبر في الداخل الذي يلتهم الكثير من عمليات التنميه او لا يشعر بها المواطن اذا ما استمر بمعدلات مرتفعه. صحيح 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 صحيح، عندك حق. وانا كنت لسه بقول لك ان بنفتكر بمناسبه التحديات الداخليه، يمكن احنا اتكلمنا على التحديات الخارجيه، اتكلمنا اثيوبيا، قلنا اثيوبيا، ليبيا، اسرائيل، تركيا، يعني اتكلمنا على كثير من التحديات الخارجيه الصعبه، بس
سيناء. وانا دايما اقول لو كنا خدنا مصر وحطيناها في منطقه بعيده جنب استراليا ولا في المحيط الهادي كان شاننا هيبقى غير هذا الشان، لكنه قدرنا ان نكون في قلب هذه المنطقه المشتعله لنحافظ بارواحنا وباولادنا على السلام في هذه المنطقه، والسلام يمكن العالمي زي ما كان السيد الرئيس دايما بيقول. عشان اجعل الوضع الداخلي زي ما حضرتك بتقولي، بفتكر يعني طلب السيد الرئيس من المصريين في البدايه وكان يشد على يده ان لابد ان نكون يدا واحده، وحضوره في الكنيسه في عيد القيامه ورساله المصريين بان يكونوا يدا واحده، ودايما الرئيس بيكرر هذا ان يكون يدا واحده، لان المشاكل الخارجيه كبيره جدا وممكن نستطيع ان نتغلب عليها. لكن النهارده الحروب اللي بتواجه الدول وحروب الجيل الخامس وحروب الجيل السادس، نعم، وان يتم تفتيت الدول من الداخل. وعشان كده انا بقول ان لا قدر الله اذا حصل هذا وكنا معرضين لاخطار داخليه هنرجع في النمو الاقتصادي ونرجع في حالتنا الى 10 15 سنه، واحنا ما نستحملش ان احنا نرجع 6 أشهر أو سنة إلى الخلف. نعم دكتور عمرو، يعني من القضايا الهامة أيضا التي يناقشها المنتدى هو التحول الرقمي والاقتصاد الرقمي. ما يمكن أن يضيفه الاقتصاد الرقمي في مثل هذا العصر الذي نعيشه واستخدام التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي؟ شوفي، دي نقطة مهمة أوي، نقطة مهمة جدا، لأن العالم اليوم، ومش أنا اللي هقول الكلام ده طبعا بنشهده وبنعيشه، لكن خليني اقول لك من الناحيه الاقتصاديه احنا شايفين ولادنا يعني ما شاء الله قاعدين على الاجهزه وقاعدين على التطبيقات وقاعدين على ايباد وقاعدين على الكمبيوترات، وكل شيء يتم عن طريق هذه الحواسيب الذكيه وعن طريق الرقمنه. النهارده النمو الاقتصادي والتنميه والاعمال والبزنس والاستثمار وتخليص المعاملات وتخليص الاحوال المدنيه كله النهارده بيتم عن طريق التطبيقات. فلا داعي ان تتنقلي او تذهبي الى جهه معينه فتزيدي من الضغوط واستهلاك الوقود واستهلاك السيارات والوقت والضغط وكل هذه الاشياء. فالرقمنه عمليه مهمه جدا بالنسبه للبزنس لانه مرتبط بالسرعه، انك انت تقدري تخلصي اعمالك وتخلصي احوالك وانت قاعده على الكرسي، ولا داعي للتنقل. والسرعه النهارده مطلوبه لان احنا في عالم عنوانه السرعه وليس عنوانه فقط الاداء. يمكن السيد الرئيس في كل لقاءاته وفي كل جولاته بيؤكد على عنصر الزمن، التايمنج، امتى يخلص، نعم، هذا المشروع؟ ليه؟ لان احنا التحديات عندنا كبيره، وكنا زمان بنقول، وانا هقول لك على مقوله يعني يمكن ظريفه دايما بنقولها، احنا كنا زمان بنقول ان العبره ليست فقط بالانتاج، كان زمان يتقال ان السمك الكبير ياكل السمك الصغير، اما اليوم اصبحنا نقول ان السمك السريع ياكل السمك البطيء، فالعبره ليست بالحجم وليس بالكم، لكن العبره بقدرتك على انك انت تجري بسرعه اسرع، لان في ناس هتجري اسرع منك. فنحن في سباق، نحن في سباق مع الزمن، طول ما في نمو سكاني وطول ما في تنميه وطول ما في تحديات وطول ما في اخطار وطول ما في حاجه ان انا اخلق فرص عمل واخلق نمو اقتصادي، نعم، واخلق مشروعات. لان هذا ما تحدث به السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في هذه الجلسه من ضخ الكثير من مليارات الجنيهات لاستتباب حاله الاقتصاد المصري والحفاظ على مراحل نموه، وهو ايضا استكمال المشروعات القومية الكبرى وما توفره من تنمية مستدامة وأيضا توفير فرص العمل وتقليل نسب البطالة. شوفي، افتحي أي تقرير من التقارير الدولية، سواء البنك الدولي، صندوق النقد الدولي، تقارير فيشر والمؤسسات المالية، تقارير التنافسية، هتلاقي هذه الكلمة، أن مصر استطاعت أن تحقق وورلد كلاس انفراستراكشر، يعني بنية تحتية متميزة عالمية. مش فقط بنية تحتية، احنا قفزنا بشكل كبير جدا، وشايفين الافتتاحات اللي السيد الرئيس بيحضرها يعني دوريا، مش عايز اقول يوميا لكن اسبوعيا ودوريا وشهريا، هذه الافتتاحات اللي اصبحت بتضع مصر في مقام الدول اللي استطاعت ان تحقق بنية تحتية عالمية، بنية تحتية متميزة. وهذه البنية التحتية مهمة جدا عشان الاستثمار. انا بقول ان احنا الدولة مش بنزيد 100,000 ولا 200,000 ولا 300,000، لا بتزيد مليون، والتحديات عندنا كبيرة، والحرب اللي موجودة في الاقتصاد العالمي مش بس عندنا في المنطقة الشرقية، الحرب اللي موجودة في الاقتصاد العالمي سواء بين روسيا أو الصين والولايات المتحدة حرب كبيرة، وعلينا أن نكون جاهزين لأي طارئ ممكن يحدث في هذه الحرب. وهناك سباق عالمي، فإذا ما كنتش أنا عندي قدرة على أن أنا أجري وأستقطب، وإحنا كنا في السنة الأخيرة وما قبلها الدولة الأفريقية الأولى في استقطاب الاستثمارات الأجنبية على مستوى أفريقيا، ثالث دولة على مستوى الوطن العربي في الناتج المحلي، طبعا بعد السعودية 700 مليار،
دولة الإمارات العربية المتحدة مما لها من ثقل ونشاط اقتصادي قوي حوالي 500 مليار، احنا 400 وي، فإن نكون ثالث دولة على مستوى الشرق الأوسط غير بترولية في الناتج المحلي، ده شيء طبعا كبير جدا وعظيم نتيجة الحركة الكبيرة اللي احنا عملناها في السنوات الأخيرة اللي بتدفعها المشروعات القومية أو البنية التحتية، اللي لولاها ما كانش هيتحقق هذا النمو. التصنيفات الائتمانية المرتفعة لمصر من قبل المؤسسات الدولية والإشادات كذلك، ماذا تعني بالنسبة لمصر وماذا تعني للمستثمر سواء الداخلية أو الخارجية؟ لا تعني كثير، تعني كثير، لأن الإشادات بالملاءة المالية اللي بنسميها الملاءة المالية، يعني إيه الملاءة المالية؟ يعني قدرتك على السداد، قدرتك على أن يكون عندك موازنة جيدة، قدرتك أن يكون عندك موازنة قوية، ودي نقطة مهمة لأن لو مصروفاتك أكتر من إيراداتك تبقى مشكلة، وعندك خدمة دين وعندك تنمية وعندك محتاجة تأكلي ولادك وتعملي بنية تحتية وتصرفي وتنفقي وصحة وتعليم وتخفيض نسب التضخم، وتخفض نسبة التضخم وتخفضي البطالة وكل هذه الأشياء، كل هذه المؤشرات الاقتصادية اللي محتاجة أنك أنت تحققيها. فالنهاردة لو بتعملي الكلام ده وأنت ما عندكيش فلوس طبعا تبقى مشكلة. لا النهاردة الحمد لله عندنا من الموارد، الصادرات وصلت لرقم قياسي، حجم الانتاج وصل لرقم قياسي، الناتج المحلي وصل لرقم قياسي، النمو الاقتصادي وصل لرقم قياسي، وبالتالي عندك حاجه اسمها ملاءه ماليه، يعني قدره على السداد وقدره على الانفاق بدون اي مشاكل. حتى لو كان عندنا عجز، كل الدول عندها عجز، لكن النهارده لما فيشر او ستاندرد بور وكل هذه المؤسسات اللي هي ما بتلعبش وما بتجاملش وما لهاش مصلحه انها تجامل دوله، انها تطلق عليكي يعني المارد القادم الافريقي وتعطيكي ملاءة مالية بي بلس بشكل جيد مستقر، طبعا دي شهادة بالنسبة للمستثمر الاجنبي ان هذه الدولة يعني دولة محترمة وبتؤدي ما عليها وماشية بخطوات ثابتة، ويعطي كمان للمواطن المصري ثقة في الحكومة وفي الرؤية الحكيمة الحالية. أشكرك جزيل الشكر الدكتور عمرو صالح، أستاذ الاقتصاد السياسي مستشار البنك الدولي السابق.